ما كاين لا كوبي لا قطع لا والو. هذه هي زبقه. لا ما تكونش شريف. انا شريف انا ياسين بن بركه والله يجعل متابعي قناة أشواق تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا من الدار البيضاء. اليوم معنا واحد المواطن اللي هو فنان ورياضي سابق، عنده واحد النداء وعنده رسالة اللي غيوجهها الرئيس الوداد البيضاوي فيما يخص التذاكر وفيما يخص المباراة اللي غتكون إن شاء الله النهار الاثنين. خليكم معنا نعرفوا التفاصيل أكثر. مرحبا. السلام عليكم، معكم ياسين بالبركة، لاعب دولي سابق بألعاب القوى بفريق الوداد البيضاوي. المدرب الخاص ديالي انا ذاك اللي كنتمرن عنده وتمرنت عنده الحمد لله مده طويله، وكان شرف ليا كبير يتريني بيا القيدوم محمد النعومي. محمد النعومي اللي ترينا بابطال كبار فريق الوداد البيضاوي، كنوجه له رساله شكر. الحمد لله تعلمنا معاه بزاف الامور، ومضام فايز رئيس الوداد انا ذاك السي مكاوي. الحمد لله تكونت بفريق مدرسه الوداد البيضاوي الالعاب القوى، مارس مدة 21 سنة، ماشي ساهل. كانت عندنا واحد لاطاي اخرى، واحد فورمة اخرى راك عارف رياضية. دابا كما تنقولوا فورمة ديال الوليدات، حيت ما يمكنش واحد كيعتزل راك عارفتي. الحمد لله دوزنا حقنا، وحاليا كنمارس الفن على قدي الحمد لله، فنان مغربي. هادشي اللي كاين الحمد لله. الفن واش الغناء؟ الغناء كنغني، انا كنغني الراي. عندك اعمال؟ عندي اعمال، عندي اربعة لي شونسون، منهم غداره، منهم بلادي الغاليه اللي هديتها لسيدنا نصره والله الله ينصره. تبارك الله. غنيت هديتها لسيدنا الله ينصره. هادشي هذا ما كان. واخا بالنسبه للرساله اللي غتوجهها اليوم. اليوم ما نكذبش عليكم، انا هادي دابا دو جوغ وانا تنقلب على التذاكر باش ندخل الملعب. انا ودادي ابن عن جد، ولكن كيبقى في كل حال كتدخل السيت كتبغي تيليشارجي تخلص ليهم مسائل باش تيغي التيكي ديالك، ما كاينش السيت مبلوكي ولا شوف ما عرفتش شنو المشكل. ما انا ما غنفهمش احسن من المسؤولين بيان سور، هما اصحاب الاختصاص. لحقاش تيقول لك واحد المثل رحم الله من عرف قدر نفسه. الحمد لله ما غنفهمش احسن منهم. تنوجه لهم رساله من هذا المنبر، شكر تنشكر لجميع المسؤولين وجميع التقنيين وجميع الاداريين، وتنشكرك انت كصحفي شاب وجاي تتقلب عليا في الحي ديالي وباش تاخذ الاقوال ديالي وباش تاخذ الراي ديالي. ماشي سهله ندوي في منبر اشواقع، الحمد لله تنتقدم للطاقم التقني والاداري ديال اشواقع بالشكر الخاص الجزير من القلب، اقسم بالله من القلب من القلب. وتنحييكم بزاف شباب 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 مثقف، شباب على اعلى مستوى. شكرا لكم بزاف، حيت وسائل التواصل الاجتماعي ولات كتوصل رساله، ولات كتوصل رساله للمسؤولين، حيت الوقت ولات تطور. اليوم واليوم حتى انت عندك رساله. عندي رساله، قلبت على لي تيكي وما لقيتوش، وغالي ما نكذبش مواطن عادي انا على قد الحال، وغالي في المارشي نوار راكم عارفين، وبزاف الامور حيتيات ما يمكنش نذكرها. اللهم كثير احبابنا، هذا هو الشعار ديالي في الحياه. ومن هذا المنبر كنوجه رساله لرئيس الوداد السي سعيد الناصيري والنائب السي عبد المجيد برناكي، كنوجه لهم رساله. راه كيعرفوني شخصيا، الوداد مشات بهذا الرئيس الوداد الحمد لله، الوداد مشات كما تنقولوا مشات بعيد. كما تنقولوا رئيس الوداد عطانا اضافه كبيره اليوم اللي نفهموا منك انت. الحمد لله الحمد لله، الرئيس ربما احسن رئيس في تاريخ الوداد هو السي سعيد الناصيري. اليوم اللي نفهموا منك عزيز علينا صحراوي ديالنا، عزيز علينا عزيز علينا بزاف من القلب الله شاهد. وكنوجه له رساله، رساله خالصه من القلب، الله يرحمك الوالدين السي سعيد. بغيت شي انفيتاسيون، بغيت نتفرج في الوداد، انا راه ودادي ابن عن جد وبغيت نتفرج في الوداد. الله يرحم لك الوالدين. اسمح لي بغيت نوجه لك رساله خاصه من هذا المنبر وفريق الوداد، راك عطيتي اضافه ومشيتي به بعيد بالطاقم التقني والاداري ديال فريق الوداد البيضاوي، راكم مشيتوا بعيد. الحمد لله راه شرفتنا الوداد، الان كتلعب فينال كبير ونتمنوا لها النصر وتمشي ان شاء الله لكاس العالم للانديه. فريق الوداد راه كيبقى فريق كبير، ما غنذكروش الحيتيات، كنت كيبقى فريق كبير بالاسم ديالو وبالتاريخ ديالو. بيني وبينك واحد دقيقه، وتحيه للجماهير الوداديه
تجمعير مدينة القديمة، خويا مهدي هشام إفلاح، تنوجه لكم رسالة خاصة. مستشار ديالنا جواد رسام الودادي ديالنا جواد رسام كنوجه لكم رسالة خاصة. جماهير الودادية راه كتعرفني وكنعرفها، وتنتمناو من الله هاد الكاس يبقى الكاس تكون مغربية ونشرفوا البلاد الحمد لله، وتنتمنى من اللعابة يلعبوا بروح رياضية. وراه وليد الركراكي راه كيعرفني شخصيا، ملي كتقول له ياسين تيقول لك عرفته، وراه كيعرفني شخصيا وليد الركراكي مدرب فريق الوداد البيضاوي، وكنقول له بون كوراج بون كوراج السي وليد، وما خصو يتسوق حتى شي حاجه، يتكونسونطرا على الماتش. وكنتمنى من اللاعبين يكونوا رجال ويشرفونا ويشرفوا الرايه المغربيه. اليوم راكم لاعبين في الفينال، خاص جميع اللاعبين من هذا المنبر اللي عطاني كلمه كنوجه له رساله، كنقول لكم بانكم تلعبوا بروح قتاليه وبالرجوله كما تنقولوا. راكم الان ما بقيتوش كتمثلوا الوداد، راكم الان كتمثلوا المغرب، راكم وليدات المغرب الان في هذا الفينال كتمثلوا الرايه المغربيه. وكان الله يرحم لكم ويدي جميع اللاعبين، يلعبوا بروح قتاليه عاليه، وحنا ثقين فيكم وكنتمنوا من الله تفرحونا. نظرك اللقب ديال من؟ انا ما نكذبش عليك، انا الاحساس ديالي انا باغي الوداد، انا بحكم مغربي اللقب خصو يبقى في المغرب. لحقاش عقلتي على الفينال ديال الترجي في تونس اش داروا لينا؟ تكرفصوا على الوداد، تكرفصوا على الوداد، ولكن كتبقى في الاخير مقابله كره القدم. في نظرك غنديو الا دخلت الفينال غادي نربحو؟ اذا ان شاء الله غندخلوا عيرب ان شاء الله، الا كتب الله، الا ما لقينا التيكي، الا تكرم علينا رئيس الوداد، هو راه عارفينو كريم ولد عائله ومرضي المهمه، الا تكرم علينا وعطانا الانفيتاسيون اوكي، الا ما تكرمش علينا السي سعيد راه ما عندناش منين نجيبوا الورقه. هذا الاوضاع شويه صعبه، وانت راك مدوس سبور السي سعيد وعارف كل شيء، الاوضاع شويه صعيبه، وهذا فينال كبير. الله يحسن العوان، عندكم مشاغلكم، عندكم مشاكل اخرى، عندكم الله يحسن العوان شغالات كثيره، حنا كنقدروكم وكنقدروا المجهودات ديالكم، ولكن كنتمنوا من الله. انا انا انا, أنا في هذه اللحظه كنتمنى من الله، باغي نتفرج في الوداد ان شاء الله. ولا ما كتبش الله راه ما كنتفرج في الدار. ما تبارك الله، الله يبارك. اذا متابعي قناه اشواق تي في، كيف ما شفتوا معنا الاخ ياسين كيوجه رساله او كيف ما نقولوا طلب للرئيس الوداد البيضاوي، طلب بسيط جدا انه يعطيه التذكره. بيني وبينك واش بغيت التذكره في اي بي؟ اللي جاب الله ما تنتشرطش. لا في اي بي، لا ما تنتشرطش. اذا تذكره المتواضعين للاخ ياسين، كنتمناو من رئيس الوداد انه يعطيه شي جواب وانه فعلا يتكرم عليه بتذكره. من هنا الفيديو اخر، كنقول لكم الى اللقاء. لا احسن رئيس باسمه صح احسن اشترك الان في قناة اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريدة الكترونية وطنية شاملة ومستقلة.